حزب اللات وحزب الشيطان في لبنان، الشيعة في العراق، الشيعة في سوريا، الشيعة في اليمن. استولت إيران على 4 دول إسلامية بهاد المجرمين الإرهابيين اللي كتمولهم تمول. لذلك إيران الآن تحرص أن المغرب خص يكونوا فيه الشيعة، الجزائر خص يكونوا فيه الشيعة، لأنها أدركت بأن استعمارها لبلاد المسلمين يكون بهذه الأدرع. من اللي كتكون الشيعة في المغرب؟ طبعا المغرب بحكم التسامح ديالو والمعاملات الدبلوماسية ولا كاع الانفتاح ديالو بواحد الشكل اللي خص يكون فيه شويه ديال الثقاله، غادي المغاربه يبقاو يمشيو لايران، غادي يجيبوا التشيع، يبدي يتكون التشيع، غادي يبقاو يسافروا لبلادات. ايران كتعامل مع هاد الناس، خصنا نعرفوا بان السفاره الايرانيه والقنصليه الايرانيه هادو دعاة التشيع، زيادة على الأعمال الدبلوماسية دعاة للتشيع.